سلسلة دروس المحاضر، إضافة نشاط أو محتوى. الدروس lessons. تقدر تضيف درس من خلال الخطوات التالية: اضغط على زر Turn Editing On، بعدين اضغط على Add an Activity or Resource، اختار Lesson من قائمة الأنشطة، اكتب عنوان الدرس وتقدر تضيف وصف لو عايز، وتقدر تعرضه على صفحة المكرر لو حطيت علامة على المربع. Appearance، لما تضغط على Show More هيقوم بعرض جميع الاختيارات الممكنة. في Linked Media هتقدر ترفع ملف مفيد للدرس. خاصية Progress Bar بتعرض نسبة مئوية لمدى التقدم في الدرس. خاصية Display Menu بتعرض قائمة بصفحات الدرس. Maximum Number of Answers بتحدد عدد الإجابات اللي بيسمح بيها المحاضر في كل صفحة درس، ويمكن تغييرها بسهولة لاحقاً. Availability بتتيح إضافة حد زمني وكلمة سر للدروس، وبيمكن استخدام الحد الزمني إذا كان الطلاب هيقوموا بعرض الدرس أوفلاين غير متصل بالإنترنت على تطبيق مودل. Flow Control، يمكن أننا نسمح للطلاب بعرض الدرس ولكن عدم تكراره، أو نسمح ليهم بمحاولة حل السؤال مرة تانية، ده بالإضافة لتحديد عدد المحاولات وإيه اللي هيحصل في حالة الإجابة الصحيحة. Activity Completion، بيمكنك تحديد الحد الأدنى من الوقت قبل اكتمال الدرس. اضغط على زر Save and Display، وده هياخدنا لصفحة الأدد لنقرر إيه اللي هنضيفه أولاً. Import Questions، بتمكنك من استيراد الأسئلة المعدة مسبقاً بصيغ معينة. Cluster، ودي مجموعة من صفحات الأسئلة اللي بتظهر بشكل عشوائي للطلاب. Content Page، بتحتوي على معلومات. Question Page، بتقوم بعرض نوع السؤال. عند الضغط على Content Page يمكن إضافة دروس بتحتوي على نص، صور، فيديوهات وروابط. بمجرد إضافة المحتوى من المهم إنشاء الروابط اللي بتصل بالصفحات التالية، بعدين اضغط على Save. بيجب عليك إنشاء محتوى جديد للصفحات التالية لتتمكن من ربط الصفحات دي مع بعضها البعض.